الحمد لله حمدا يوافي نعمه، والصلاة والسلام على خير أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخواني المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والذي سنستكمل فيه الكلام عن المخالفات التي تقع من بعض الصائمين في شهر رمضان. تكلمنا في العدد السابق عن ظاهرة التبذير والإسراف، نسأل الله السلامة وأن يعيننا على التخلي عن هذه الظاهرة. والآن نتكلم عن بعض الأمور الأخرى، وبعضها فقط لأن الوقت لا يكفي لتناول جميع المخالفات التي تقع من المسلمين في شهر رمضان والتي تخلف عنهم موعود الله لهم في شهر الصيام، نسأل الله السلامة. أما أول مخالفة نتكلم عنها فهي مخالفة التفريط في الفطور. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الفطور أن المسلم الصائم ينبغي أن يعجل في الفطر، يعني بمجرد أن يسمع الأذان يفطر، لكن للأسف بعض الناس يؤخرون الفطر بسبب أو بآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وجاء تعليل هذا الأمر كما ذكر أبو داود، كما ذكر في سنن أبي داود، قال لأن في رواية، يعني جاءت في سنن أبي داود، قال لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطور، فأمرنا بمخالفة اليهود والنصارى في ذلك. وذكر الإمام النووي رحمه الله، قال: الحديث فيه الحث على تعجيل الفطور بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه، يعني أخروا الفطرة، كان ذلك علامة فساد يقعون فيه، علامة فساد، إفساد يعني. فلذلك الصيام في الحقيقة هي عبادة لها وعاء زمني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يملك أحد من الناس أن يزيد في المقدورات الشرعية، أن يزيد يعني من تلقاء نفسه لأي سبب كان. فما استطاع الإنسان أن يلتزم الحد الذي أمر به ائتمر واستجاب لربه، وليس له أن يوسع أو يزيد أو كذا. فكما يعني سبحان الله، إنسان إذا يعني أخر سحوره إلى درجة دخل فيه الإفطار فيفسد صيامه. لكن هنا لا نقول تأخير الفطور يفسد الصيام، لكن يخالف السنن ويخالف الآداب. ومن ذلكم أيضا التفريط في سنة السحور، فكثير من الناس سبحان الله لا يتسحرون الآن، يعني غالب مجتمعاتنا الآن والشباب والرجال والنساء تراهم يقضون ليلهم في السهرات، ثم في لما يريد أن ينام ربما أكل شيئا ثم نام إلى الصباح، فيستيقظ صائما من غير النزول عند وقت السحر فلا يتسحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي رواية أخرى قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالسحور بركة، والسحور خير، والسحور تستحق بها الصلاة من الله والملائكة، فهو يعني وقت فاضل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه الأمة لأن يكونوا من أهل السحور، ولو بشربة ماء، ولو بحبة تمر، أن تحصل فقط بركة هذه السنة. وأيضا قلنا أن الصيام أو شهر رمضان مدرسة، فالآن الناس الذين كانوا لا يستطيعون القيام للفجر، فهي جاءت سنة السحور تدربك وتعودك على القيام في وقت السحور، فتنال بذلك وقت الفاضل اللي هو وقت تنزل الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، فينادي: هل من داع فأستجيب له، هل من مستهد فأهديه، وتعرفون الحديث، وبين التهيؤ لصلاة الفريضة وهي صلاة الصبح. فسبحان الله هي فرصة ودربة للناس من مدرسة الصيام. أيضا من ذلك من تلك المخالفات نذكر مخالفة المزاج السيء والانفعال السلبي والغضب في شهر رمضان.
والله هذه لو شئنا نتحدث فيها لأطنبنا الحديث فيها لكثرة وقوعها في الناس، وهذه أشد مما سبق. كثير من الناس يستقبل رمضان بروح العداء المسبق، يعني يتوقع الإرهاق والتعب والنصب، فيؤدي به هذا الانطباع إلى فساد في الطباع. نحو من؟ نحو شهر رمضان الذي جاء يرقع لك طباعك، سبحان الله. فلذلك هم تجدهم يعني في تجد الناس في شهر رمضان كأنه يمن على الناس بالصيام، كأنه يمن على الله أنه صام، فتجد يعني يغضب لأتفه الأسباب ويطيش عقله لأتفه وأحقر الأسباب فيغضب، وإذا سألت يقول لك ابتعد عني فأنا صائم. يا سبحان الله، أبي هذا يعني نرمي رمضان بهذه الرمية؟ رمضان جاء يزكي نفسك وليس جاء ليغضبك، فسبحان الله العظيم. ويعني مما يزيدني يعني غيظا وقلقا من هذه الظاهرة هو ما اطلعت عليه من دراسات غربية، يعني حاولوا أن يدرسوا ظاهرة الصوم في المجتمعات المسلمة، فدرسوا وأخذوا عينات من المجتمع الإسلامي في الشوارع، في الأسر، في الطرقات، في المصانع، في المعامل، وأخذوا عينات عن مسلمين صائمين ودرسوا صحتهم ودرسوا يعني سلوكهم ودرسوا كل شيء في هذه الدراسة، ثم خرجوا إلى نتيجة يعني أكيد تحزننا جميعا. قالوا إن الصوم الإسلامي يضر بالإنسان. لماذا يا سادة؟ قالوا لأن لاحظنا المسلمين في شهر رمضان يكثر عندهم الإصابة بالضغط والإصابة بالكوليسترول والإصابة بالسكر، هذا في الناحية الصحية، وقالوا أيضا يزيد عندهم القلق ويزيد عندهم الغضب والانفعالات والمشاجرات ويتكثر عدد الجرائم ويعني أخطاء كثيرة، فوضعوها في قالب هكذا في دراسة وحذروا مما يسمى بالصوم الإسلامي. طيب، فنحن عوضا أن نغضب من هذه الدراسة ومن أصحابها وهي دراسة ضالة مضللة، لكن لا نغضب منهم، نغضب من حالنا، لأننا فعلا سجلنا تلك الوقائع في مجتمعاتنا. فعلا الناس يظنون أنهم إذا صاموا غضبوا، إذا صاموا يعني انفعالاتهم سيئة، مزاجهم سيء. من قال هذا؟ فهذا من تزيين الشيطان، وهذا من تبرير الشيطان للناس، والذي استحكم عقله وفكر في حقيقة الصوم حقيقة وجد أن الصوم سبب من أسباب تزكية الأنفس وهدوء النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا وربانا أنك إذا سابك أحد وأنت صائم أو شاتمك أو قاتلك حتى فقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فانظروا لهذه النهاية، إني امرؤ صائم، إني صائم، وفي الروايات كلها تقريبا كررها. فتأتي الدراسات أيضا في هذا الجانب فيما يسمى بدراسات إدارة الغضب، يدرسونها للشباب في دورات تدريبية، يقولون لهم توصلت دراستنا إلى أن الإنسان لما يغضب إذا عليه لكي لا يتأثر بالنتائج السلبية للغضب، قالوا عليه أن يوجه أفكاره إلى أشياء إيجابية، يعني هذا وجدوه حل لامتصاص الغضب من جسم الإنسان. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويدرب أمته أمة الصيام ويقول لهم إذا أنت كنت صائم وسابك أحد أو شتمك أو خاصمك أو قاتلك فقل إني صائم، إني صائم. فأنت لما تقولها وتكررها فأنت تفكر وتذكر نفسك برسائل إيجابية، فإذا تذكرتها انطلقت في الصوم ومستحضرا تلك الرسائل الإيجابية، فبالتالي يمتص عندك الغضب وتهدأ النفس وتصح بالتالي تلك الدراسة التي درسوها. ولله الحمد، فهذا الصيام مدرسة لضبط السلوك ولتربية وتهذيب الطباع، وليس ما يظنه الكثير. وفقنا الله وإياكم لحسن اغتنام رمضان والتخلق بدروسه التي هي في طيات أيامه. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.